وزارة الداخلية نشرت فيديو عن الحملات الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وأبرز القضايا اللي تم ضبطها في مجال الإتجار في المواد المخدرة والتهرب الجمركي. تواصل وزارة الداخلية تصديها لجرائم الإتجار وجلب وتهريب المواد المخدرة لتجنب مخاطرها وانعكاساتها السلبية على المجتمع صحياً واقتصادياً وأمنياً. فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من إحباط محاولة أحد العناصر الإجرامية نقل وتهريب كمية من المواد المخدرة من شرق لغرب قناة السويس عبر معدية الشط، مستخدماً سيارة نقل عد بداخلها مخازن سرية ليصعب الوصول إليها. وتمكنت الإدارة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبطه حال استقلاله السيارة وبحوزته 9600 تربة لمخدر الحشيش تزن طن و100 كيلوغرام من مخدر الهيدرو وكمية من مخدر الأفيون تزن 15 كيلوغرام، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 74 مليون جنيه. كما رصدت الإدارة نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش بالقاهرة، وتمكنت من ضبطه حال استقلاله سيارة وبحوزته 510 تراب لمخدر الحشيش تقدر قيمتها بثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعين ألف جنيه، كما تم ضبط بندقية وطلقات نارية. على صعيد أمني آخر، تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري بقطاع أمن المنافذ من ضبط 15 طن من المواد الخام المستخدمة في تصنيع أدوية المضادات المحظور استيرادها داخل حاويتين بقصد التهرب من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها، والتي قدرت ب 11 مليون جنيه. كما نجحت الإدارة في ضبط 6 أطنان مستحضرات تجميل داخل حاوية مشمولها المستندي المشروع مواد غذائية قادمة من إحدى الدول إلى ميناء الإسكندرية البحري، وقدر قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عليها بـ 4 ملايين جنيه. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.